حلقة جدا 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 رائعة. ساير الشيف ساير جايب معه ذبيحة دخولية حلوة وسوى جو للشباب. كيف شفت الحلقة اليوم؟ والله استمتعت قسم بالله استمتعت. قلت لك اياها قبل ما نبدأ، قلت يا اخي دخوليته كانت حلوة ومن شوي اللي مركب جنب الخروف المرتبة الأمامية شوي يسحب ينزله. الطبخة كانت انت نظام اللي شاف خروف جو حلو صح؟ خلاص ايش اقول لك، والله انه صعب التعامل معه. اقسم بالله ان اليوم تراني متلخبط كلامي كله، انه صعب تعاملت معه اليوم، يعني ما ادري ايش اقول. عيال تشوف سمعتي يعني اعذروني اليوم انا كلامي اليوم ما هو مركب. اي السبب سعود. اي صح السبب والله قايل لك تعابيرك قايل لك والله انك كذا مرمي في الارض. قسما بالله شكرا يا علي. اي والله الله يسعدكم. كيف كيف البطره؟ كل الكلام اللي بقوله نسيته الحين كله صدق. شفت انه خويك ما خلنا نرجع المحور. انت اليوم ما ادري ايش جايك، انت ما ادري فيك شيء. اسلم حبيبي تكلم في المحاور خلاص. يلا اعطينا محور، ما قلت شيء انا، اعطيتك كل محور. قلبي يعني النظره موضوع دخول ساير في الفقره. يعني شوف كسر الروتين في الفقره جميل تمام. نرجع 60 يوم المطبخ سووا كل يوم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معنا سمبوسه واندومي. اليوم الثاني السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اندومي ورز. اليوم الرابع السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اندومي وسكر. السلام كله نفس التقديم ونفس المكان واقف فيه نفس ونفس الزاويه ونفس العمه ونفس الشخصيه. اليوم اول اول يوم استلم سايه دخل عليهم بالجيب. هو لو شد حيل صدم الجدار ما جاب نجم، جاء هو صلح الجدار ومشى خلاه. يعني في كسر لرتم البرنامج، كسر لرتم الفقره، حتى شباب اليوم كانوا متفاعلين معه لانه كان في شيء معين. لكن السؤال الاعظم غياب المتسابقين، غياب مقدمين للشباب كانوا متسابقين، غياب مقدمين. هم كانوا ينتظرون شيف عشان يغيبون ولا كانوا ينتظرون شيف عشان يقيم؟ انا ما ادري الصدق، انا ما ادري. هنا النقطه، هنا السؤال الاعظم. هم كانوا ينتظرون شيف عشان يقيم ولا ينتظرون شيف عشان يغيبون؟ قايم الظهر انا اشوف اللي حمد سعود اللي كان المقدم اليوم، انا ما ادري. لا مو محمد، مو محمد كان علي الدوسري وجهضر. طيب الله يرحم البوستر نزل حمد، البوستر اللي نزل في التويتر صوره حمد. انا اتعامل على البوستر، انا ما ادري عن انا ما ادري عن تنظيم ولا ادري عن الاعداد اللي ماسكهم. احنا كجمهور كمتابعين نشوف الواقع. كان حمد دخلت على سناب يعني حمد علي اليوم علي. طيب ليش طيب اوكي دخلت على سناب عاد هذا مشكله التويتر. دخلت على سناب حمد اللي اشوفه ماسك خط البحرين. الله يوصله بالسلامه ووصل بالسلامه يا اخي. ميزه ارجع بالسلامه ان شاء الله. طيب مقدمي مطبخ معامل برنامج ترانزيت علي الدوسري دبي علي الدوسري النمسا الرياض استلامات ترى ثلاثة اسابيع دبي بيرجع من دبي ثلاثة اسابيع مصر حلو. ثلاثة اسابيع وحنا الرادار كل خمسة ايام كان تغيب فقره واحده علي يا ساتر اسم يخنق ناصر في الواتساب. انت ما تنتظم شخص غير منتظم ويضغطك نفسيا تقول ثلاثة ايام كذا مكتئب ليش انا انت شخص اللي معامل برنامج ترانزيت روح يجي هذا ايش يسوي فيه هذا؟ ايش سوي له خروج نهائي؟ ايش فيه؟ نزل له مفلح المشعلي. ايش فيه صدق؟ والله ايش فيه يعني؟ والله ايش فيه؟ ليه يعني مفلح احتياط حاطه؟ لا مفلح يستاهل انه يكون الاساس. بس انا اقول نزل مفلح اي برنامج قادم. طيب اقول لك حاجه. ايه يا اخي ترى روح الفكاهه اللي جات اليوم فقره المطبخ من ساير اعطت يا اخي جو كويس المطبخ والله. يا اخي كنا نشوف المطبخ اكتئاب والله اني الصدق انا ما اتابعه. يا اخي يجيني اكتئاب في الظهر طبخة برجر ومستحيل نتابع هذه استحالة إني أتابع مرة عرفت فاليوم قل سعود بعد قل سعود بعد يلا حط حط هلا سعود يلا اللي خرب اللي نساك سعود والله ما قلت شيء والله ما قال شيء دقيقة بعطيك النظرة اليوم لا أعطاني الوجه هذا الجميل من علي الله يسعدك علي الله يخليك ويسعدك يا رب فودي أرجع المطبخ صراحة ميزة نوافي مسك ما يقدر يوقف فودي أرجع المطبخ في موضوع إنه أتمنى استمرار سائر صراحة عادي أحمد بحرين لا يجي وعلي أقعد في دبي حلو أنا ما عندي مشكلة أي والله علي طافي السيارة على خط دبي بنزين ما هي أسألك بالله هذا الله يبشرك ما وصلوا ما وصلوا الحمد لله وصل اليوم بكرة ما أدري الحمد لله علي بالله عطني النظرة الأولى عجبتني تصميم لا بالله النظرة ولا رصاصة لا عطني علي يا الله كذا والله شوف الحسد عطني النظرة حسد لا عطني ما أقدر أنا أغمض الآن بليز